يتسلم قائد نادي الهلال ناصر القحطاني كأس البطولة من يد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الهلال للبطل للرقم القياسي كل شيء هلالي. البطولة زرقاء والهلال يتوج بطلا بهذه البطولة. الكأس جديد لكن البطل ما هو جديد، الكأس ذهبه جديد وتصميمه جديد، والهلال يقول لا جديد، أنا البطل، أنا المتوج، أنا صاحب الأرقام القياسية. البطولة 51 القحطاني لأول مرة ككابتن يرفع كأس